ورجعنا لكم من جديد وبداية فقرتنا الثانية من برنامجكم الكلام في ملعبنا. أحب أرحب بضيفي الكبير الأستاذ الكابتن عمرو عبد الكريم، الحاصل على شهادة جولدز أكاديمي البي تي وشهادة طب رياضي طبعا، تأهيل وإصابات وإسعافات أولية، ومعاه شهادات في مجال التغذية والتدريب. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أهلا بيكم، شرفتنا النهاردة في ربنا برنامج الكلام في أكيد طبعا. ربنا يخليك يا أستاذ عمرو، نورك كمان ربنا. في بداية فقرتنا أستاذ عمرو حابب أسألك سؤال، هل من الضروري أن الشخص اللي هيتمرن لازم ياكل قبل التمرين ولا عادي انه ما ياكلش قبل التمرين؟ لا طبعا، وجبه قبل التمرين دي اهم وجبه اصلا، لازم يعني ياكل، لازم طبعا، عشان الوجبه دي اللي بتمد على الطاقه، يكون عنده طاقه انه يقدر يتمرن، عشان نسبه السكر بيكون قليله، يكون عنده طاقه انه يتمرن. تمام. طب طبعا الوجبه دي لازم تكون متكامله العناصر الغذائيه، البروتين والكارب، عشان يكون عنده طاقه عشان ما يضخش، ما يحصلوش اي هبوط. طب يا كابتن عمرو، في وجبات معينه انت بتحب تنصح بيها المشاهد انه يبدا بيها قبل ما يتمرن؟ طبعا لازم يكون الوجبه قبل التمرين بساعتين ثلاثه تكون فيها كل عناصر الجسم محتاجة، بروتين وكرب ونشويات. وقبل التمرين بنص ساعة يكون وجبة سناك عبارة عن مثلا قهوة أو موزة، حاسس إن الدروب باور يتمرن ويكون مركز في التمرين. هل يا كابتن لو البنات لعبت حديد هيطلع عليهم عضلات؟ لا طبعا، لسبب، لأن هو المسؤول عن بناء العضلات هرمون التستوستيرون، وهرمون التستوستيرون ده وهرمون الأنوثة موجودين عند الرجل وعند البنت. طيب. لكن نسبة هرمون التستوستيرون عند البنت نسبة ضعيفة جدا، قليلة جدا، مستحيل تطلع لها عضلات. يعني ما يطلعش خالص ولا مستحيل. ممكن نسبة قليلة؟ مستحيل تطلع لها عضلات غير لو خدت هرمون خارجي. تمام. بس لكن غير كده لا. يعني أي يا كابتن عمرو، يعني احنا كنا بنشوف برضه حالات نسائية بيبقى مثلا ليها برضه عضلات مفتولة كمان، مش عضلات بس، مفتولة عضلات. دول الصورة اللي احنا بنشوفهم دي بتكون بنات واخدة هرمون هرمون التستوستيرون جي اتش وكده، هي دي بتعمل معاهم عضلات كده. طول ما انا مش باخد اي هرمون خارجي عمري ما يطلع لي بالشكل ده. بالعكس، التمرين الحديد بيحسن من شكل البنت وشكل الانوثه في شد جسمها. أكيد. طبعا يا كابتن، ازاي نعالج مشكله اول يوم في الجيم؟ بالنسبه للتعب والاجهاد وكده، طبعا انا اصلا اي حد المفروض يروح اول يوم بيكون بيبدا كده بالراحه، بيسخن بشده التدريب قليله، ما ينفعش يروح يشيل اوزان تقيله والكلام ده، لازم يكون مسخن كويس. بالنسبه للتعب بقى بتاع التمرين ده، ده طبيعي، يعني اي حد بيلعب بعد التمرين ده طبيعي جدا، ده في الاول، اول يوم بس. ده في الاول عادي جدا. بنعالجه ازاي؟ ان احنا بناخد دش بعد التمرين دافي وبندعك العضلات والمساج والكلام ده، بيفك بعديها بيوم او اتنين بكتير خالص. ده طبعا وجع طبيعي يعني جدا، مش هيقول انا مش حاجه تاني الجيم. لا لا، لازم يكون عنده اصرار، مش عايز يعمل فورمه يستحمل. كابتن عمرو، التدريب افضل في فصل الصيف ولا افضل في فصل الشتاء ولماذا؟ طبعا التمرين في اي وقت مهم جدا. تمام، اذا كان في الصيف او في الشتاء مش هتفرق خالص. بس انا حابب اعرف ايهما افضل، يعني فصل الصيف ولا فصل الشتاء؟ بس هو في ناس بتتكلم عن الموضوع ده وبتقول ان هو التمرين يعني في الشتاء ان هو بيحرق سعرات حراريه اكتر وكده، عشان الجسم يقدر يعادل درجه الحراره. تمام، بس ايه يعني يحرق 200 سعره كالوري ولا حاجه يعني. اللي عايز يعمل فورمه يعملها في اي وقت، في صيف او شتاء. يعني اللي عايز يتمرن وعايز يعمل فورمه يعملها في اي وقت، مش هتفرق. لا لا خالص طبعا، تمرين في اي وقت. تمام يا كابتن. كابتن، ممكن نعمل تمرين في البيت للتخسيس ولا لازم ننزل الجيم؟ لا طبعا، التمرين اعملها في البيت او في الجيم حسب طبعا هل عندي وقت اروح الجيم ولا بس في تمرين معين طبعا بيتعمل في البيت. في طبعا تمارين كتير جدا ممكن نعملها في البيت، زي تمرين السكوات، زي تمرين البلانك، البطن، كل التمارين دي مهمه جدا. انا ممكن العب شويه كارديو. والاكل قبل التمرين ولا بعده للتخسيس؟ لازم ناكل الاثنين. اي حد عايز يخس عايز يتخن لازم ياكل قبل التمرين وبعد التمرين، هم دول وجبتين الرئيسيين، اهم وجبتين طبعا لازم. هي مشكله الانيميا، لو واحد عنده انيميا ايه العلاج بالذات عند الاطفال؟ يعني هم اكثر ناس بيكونوا مصابين بالانيميا. هي بالنسبه للانيميا دي بتبقى يعني حاجه فقر دم، بيبقى عنده نقص في الحديد. تمام، فده بنخليه يعني افضل حاجات تحسن عنده من الانيميا وكده، ان هو على الريق ياخد معلقه عسل اسود. اوكي. وبنجيب فيتامين بي 12، تمام، دي حقنه بناخدها مثلا مره كل اسبوع، وبنجيب حديد، فيتامين حديد. بس يعني دي اهم الحاجات اللي يركز عليها، ويركز طبعا على الاكل، يعني مش عايز يجيب حاجات من مصادر خارجيه، ممكن يركز على الاكل الطبيعي زي الكبده والبيض، كل الحاجات دي فيها فيتامين بي وفيها حديد. طب يا كابتن عمرو، في ناس كتير بتسالنا ايه يعني التسخين او الاحماء قبل فتره التدريب، هل هو مهم ولا مش مهم؟ لا طبعا مهم جدا عشان ما يحصلش اي اصابات. بالنسبه للتسخين، انا بسخن حوالي 10 دقائق على تريد ميل، تمام، عشان ارفع درجه حراره الجسم. لما برفع درجه حراره الجسم
يبدأ في حاجة زي غشاء زلالي كده، بيفرز ملمس زيتي. ملمس زيتي ده بيبدأ يبعد المفاصل عن العظم، وبيخلي فيه مرونة في المفصل، بحيث ان ما يحصلش اي تشنجات عضلية، ولا يحصل اي مشاكل في العظام، ولا اي اصابات. طب فترة الإحماء يا كابتن، او فترة التسخين دي بتتراوح مثلا مدتها قد ايه؟ من 8 ل 15 دقيقة. من 8 ل 15 دقيقة. 10 دقايق كويس جدا. والاهم من كده ان انا بعد ما اخلص التسخين مثلا على التريد ميل، بنزل اعمل استرتشات للكتف، اهم حاجه عشان ما يحصلش فيه اصابات. وبعمل حاجه اسمها تسخين خاص. التسخين الخاص ده عباره عن ايه؟ ان انا بسخن العضله. يعني مثلا انا افترض مثلا هلعب بايسبس النهارده، اجيب مثلا دمبل، 2 دمبل وزن خفيف، اوزان خفيفه، والعب مثلا 20 عده 30 عده كده، بحيث ان انا اعمل بومب في العضله وكده. اللي هو اعمل احماء او تسخين بالظبط. للعضله. تسخين العضله لازم يكون التسخين ده اصلا 3 انواع: تسخين خاص للعضله اللي انا همرنها، وتسخين عام للجسم كله، ان انا بهيئ المفاصل، بهيئ جسم كله على التمرين. والاسترتشات اهم حاجه، الاسترتشات قبل وبعد التمرين. بس في نوعين استرتشات الناس مش عارفاهم. يعني التسخين الاسترتشات دي بعملها قبل التمرين، دي عباره عن استرتشات ثابته. ان انا بعمل استرتشات ثابته للكتف مثلا عن ثبات. الاسترتشات المتحركه دي بعملها قبل التمرين، ان انا بهيئ المفصل وكده، ان انا اتمرن بحس ما يحصلش اي مشاكل او اي اصابات. كابتن، اللي عايز يعمل رياضه وما عندوش وقت للجيم، نقدر نساعده بايه عموما؟ على الاقل خالص ان هو ممكن يمشي نص ساعه، ساعه في اليوم، يعمل شويه تمارين في البيت. تمام، دي يعني اهم حاجه. يعني طب ازاي الحامل تتمرن في الجيم، خصوصا هنا عندنا في مصر لما الست بتبقى حامل يقولوا ممنوع الحركه ممنوع، فايه ده كمان؟ ده بتطلع كرسي كمان. ايه بقى الاسباب؟ تتمرن ازاي وكده؟ بالنسبه ان اتمرن في الجيم ازاي، طبعا هي شده التمرين لازم تكون خفيفه، ما ينفعش اعمل شده التمرين عاليه. كمان التمرين ما ينفعش يعدي عن ساعه. ما ينفعش اعمل اي تمرين في وضع نوم، ما ينفعش انام خالص وانا عامل اي وضع تمرين. لازم يكون وضع التمرين قاعده وليها اكل قاعد. معين طبعا. عشان الحامل محتاجه نسبه بروتين لكل كيلو من جسمها، 2 جرام 2 جرام بروتين لكل كيلو من جسمها. غير طبعا الكارب والفيتامينات وكل الحاجات دي، شرب الميه وكل الحاجات دي مهمه جدا في الفتره دي. لو عايزه اتخن يا كابتن، هل الرياضه ليها علاقه لو عايزه اتخن مثلا؟ طبعا، هي العلاقه متعلقه بشكل جسمي. العلاقه مهمتها ايه؟ ان هي بتحسن من شكل جسمي، تشد العضلات، بتقوي العضلات طبعا، بتزيد من نسبه العضلات في الجسم، بتشد جسمك، خلي شكل جسمك حلو. يعني هي الرياضه عامه متحكمه في شكل جسمك، ان انا اظبط شكل جسمي. لكن ان انا اخس او اتخن، ده المتحكم فيها الاول والاخير الدايت. الدايت اهم حاجه. بس طب يا كابتن عمرو، طبعا في سؤال بيطرح نفسه، بما اننا داخلين على الشهر المبارك شهر رمضان طبعا، على الله طبعا بكل خير طبعا، يا ترى يعني فتره التمرين في شهر رمضان في الصيام بتبقى افضل ولا بعد المغرب بعد الفطار؟ لا، بعد الفطار بساعتين ده افضل وقت، عشان بيبقى افضل بعد الفطار. لو اتمرنت وانا صايم هخس عضلات، هيحصل هدم عضلي، بحيث ان الجسم بيكون مستويات السكر قليله جدا، وبيكون الجسم حاله جفاف، مفيش ميه، مفيش اي حاجه. ان انا اتمرن لا، غلط جدا، لازم بعد الفطار بساعتين، مثلا بعد التراويح مثلا كده. تمام يا كابتن. كابتن، ايه السن المناسب للاطفال علشان يمارسوا الرياضه؟ الاطفال عامه اللي يمارسوا الرياضه في اي وقت، بس احنا بنفضل لهم تمارين معينه تمام وبشده قليله، بيكون ليهم حاجات قليله طبعا عن بالظبط. الاطفال عامه بنمرنهم فيتنس، بنحسن لهم عناصر اللياقه البدنيه زي المرونه، زي التوازن، التحمل، كل الحاجات دي بنحسنها من لهم. يعني والتنفس ممكن يبدا من 3 سنين او 4 سنين مثلا، ولا بيبدا من ايه؟ طبعا في اطفال صغيره بيلعبوا سباحه، كل الالعاب دي مفيده لهم جدا. الفيتنس عموما ان هم لازم يلعبوا فيتنس. بس تمام يا كابتن. طيب يا كابتن، ايه افضل بدايه للناس اللي بتقول عايزه تربي عضلات بين يوم وليله؟ في ناس بتقول انا عايزه اروح الجيم وبعد اسبوع خلاص اكون عندي عضلات والحاجات دي. يعني مش معقول برضه يعني في يوم وليله اعمل عضلات. بس عامه اللي بيعمل حاجه بسرعه بيتهد بسرعه. بالظبط كده. زي الناس اللي هم مثلا بياخدوا هرمونات وكده، فطبعا الحاجات دي غلط جدا. فزي ما بنات جسم بسرعه هيتهد بسرعه، فلازم يكون عندي صبر، لازم يكون عندي اراده ان انا اعمل الشيب اللي انا عايزه. مع الاستمرار بالدايت والتمرين كل الحاجات دي هتعمل نتيجه كويسه جدا، بس لازم يكون عندي صبر. وبعدين الرياضه دي حاجه لايف ستايل، اسلوب حياه. يعني حاجه على طول امشي عليها على طول، اسلوب حياه. مش ان انا عشان اعمل شيب او كده، لا. معلش انا اسف لمعاطفتك يا كابتن عمرو. معايا اتصال هاتفي من محمد، استاذ محمد من القاهره. اتفضل يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ محمد. محمد عبدو معاك من البدرشين يا فندم. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك، شرفتنا في برنامج الكلام في ملعبنا.
حابب تسأل ازيك يا استاذ الكابتن عمرو هشام حاجة؟ نور الشاشة؟ ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. حابب تسأل الكابتن عمرو معانا النهارده؟ اه كابتن عمرو حبيبنا كلنا. ربنا يخليك يا استاذ محمد، اتفضل معاك الكابتن عمرو. من فضلك يا كابتن عمرو ممكن اسالك سؤال؟ تحت امرك اتفضل. يا فندم انا كنت بلعب كوره فتره كده وبدأ جسمي يتقل بعد ما بطلت. تمام، يتقل ازاي يعني؟ اللياقه البدنيه قلت؟ اللياقه البدنيه قلت يا فندم. ده طبيعي، اي حد كان بيلعب رياضه وبطل اكيد اللياقه البدنيه هتقل. بس لا لا اتفضل، سهل لا جدا ان بس احنا فضل يا نرجع فندم، يعني. فضل يا فندم طلع لي زي زمكرش كده شويه، بطني بدأت تتقل وبدأ جسمي ان هو يتعب من كتر قله الحركه وكده. من فضلك بس عاوز اي حاجه تفيدني في الايام اللي جايه ان انا ارجع زي الاول يعني. معلش يا استاذ محمد، ممكن بس توطي صوت التلفزيون شويه؟ يا فندم طيب احنا طبعا سهل جدا انك شكرا ترجع لاتصالك يا استاذ محمد من بدرشين بسبب تمام. اتفضل يا كابتن عمرو. الله، وسهل جدا طبعا انه يرجع تمام. هو اهم حاجه ان هو يظبط الدايت بتاعه، يحس ان الدهون اللي اكتسبها يقدر يخسها تاني، الموضوع مش صعب يعني، ويرجع ان هو يتمرن يبدأ تاني بحيث يتمرن يحسن تاني اللياقه البدنيه. بالظبط، اللياقه البدنيه دي طبيعي جدا، اي حد كان بيتمرن وقت تمرين طبيعي جدا اللياقه البدنيه بتقل. عشان كده احنا مثلا دايما لما ببدا مع اي حد مثلا التمرين بنعمله تيست اختبارات لياقه بدنيه، بنشوف مستواه، هل كان بيتمرن قبل كده، مستواه عامل ازاي، بنشوف نقط ضعف اللي عنده وبنبدا نشتغل بتبدأ عليها. تأهله قبل ما. بالظبط، نبدا تمام نتأهله. تمام يا كابتن. يا كابتن حابين نسألك طبعا، يعني فترة التمرين الصباحية بتبقى أفضل ولا الفترة المسائية أفضل؟ وإيه السبب؟ بص، هو مفيش وقت معين للتمرين، أي وقت الوقت المناسب ليك أنت ده هيكون أفضل وقت. يعني مفيش فرق بين لا التمرين طبعا، بالنهار أو بالليل؟ لا طبعا طبعا، في الصبح طبعا في فوائد طبعا، بس يعني مش هتفرق حابين كتير نعرف يعني. بقى إيه الفوائد دي؟ الفوائد الصبح اللي بيكون جسمك طبعا في أحسن الحالات، بيكون عندك باور في كويس، لسه نشاط هرمونات طبعا. الجسم شغالة بشكل كويس، بتبدأ إن أنت بعد ما تخلص تمرين بتقضي اليوم بتاعك كله بحماس وباور وعندك نشاط وكده، بتخلي جسمك نشيط. لكن التمرين أفضل وقت المناسب ليك أنت، المهم إن إحنا نتمرن. تمام بس. كابتن، إيه تمام، الأكل شكرا كابتن. الصحي بعد التمرين خصوصا لزيادة الوزن والتخسيس؟ إيه هو الأكل الصحي اللي بتنصحه بيه؟ كده كده يعني عايز اخس او عايز اتخن، لازم ان الوجبه بعد التمرين دي يكون فيها كل عناصر الجسم محتاجها. بس بيكون في اكل معين للتخسيس او زياده الوزن؟ لا طبعا مفيش حاجه مفيش اسمها اكل كده، معين؟ لا مفيش حاجه مفيش اسمها اكل كده، معين. هي الموضوع كله في الكميات. انا مثلا محتاج 1000 كالوري تمام في اليوم، خلاص عشان اخس محتاج 1000 كالوري مثلا. تمام تمام، لو خدت ال 1000 كالوري دول من اي حاجه، خدتهم من بروتين، خدتهم من نشويات، خدتهم من سكريات، خدتهم ان شاء الله من اي حاجه، هخس برضو. هو الموضوع كله في عدد السعرات الحراريه، بس الاختلاف لما انا باخد السعرات الحراريه جسمي محتاجها من اكل صحي، جسمي بيكون في حاله صحيه كويسه جدا، بزيد كتله عضلات كويسه. لكن لما باخده من اكل مش صحي زي الصحي السكريات والبيتزا والحاجات دي، بيحصل ان انا بكون يعني عرضه للاصابه بالامراض ومشاكل وخساره في العضلات، وبكون طبعا عرضه للضغط والسكر والمشاكل في القلب وكل الكلام ده. يسبب بقى الامراض دي؟ بالظبط، فلازم ان احنا ناكل اكل صحي. يا كابتن، الهرمونات صح ولا غلط؟ الهرمونات غلط جدا طبعا. هو افضل نستخدم مشروب طبيعي؟ بالنسبه للهرمونات هي غلط جدا تمام، وما فيهاش فصال يعني، ما فيش حد يفتي فيها خالص، هي غلط جدا وليها مشاكل كتير في القلب والكلى وبتسبب عقم وحاجات كتير جدا، نبعد عنها تماما. تنصح انه يشربوا مشروب طبيعي؟ في ناس بتعمل مشروب طبيعي عندهم يعني لوحدهم مثلا. مشروب طبيعي زي ايه؟ مثلا بيعملوا ليمون، بيعملوا حاجات زي دي. دي مشروبات صحية مفيش أي مشكلة يانسون منها. والحاجات لا دي مشروبات صحية مش مشكلة منها، ده بالعكس مفيدة للجسم جدا، ليها مفيدة كتير جدا. طب يا كابتن عمرو، الجسم يعني بيحتاج قد إيه من السعرات الحرارية؟ المفروض الإنسان الطبيعي بيحتاج سعرات حرارية قد إيه في اليوم؟ كل شخص يختلف عن التاني، بتختلف من شخص لشخص. هل الشخص ده بيتمرن كام يوم؟ وزنه قد إيه؟ سنه؟ طوله؟ بيتمرن كام يوم؟ بيشتغل؟ طب الشغل بتاعه قاعد على مكتب ولا بيعمل حركه؟ يعني ايه الحركه اللي بتفرق مع الشخص اذا كان الحركه والسن والحاله الصحيه عوامل كتير جدا. طب لو هو حابب مثلا يتمرن او حابب يحرق سعرات حراريه اكتر، يتمرن ايه افضل التمارين انت تنصحه بيها؟ طبعا كل الرياضه عامه حلوه تمام، مفيش اي مشكله فيها. الجيم عامه حلو جدا، ممتاز جدا في حالتين، الجيم والحديد بيحسن لي طبعا من اللياقه البدنيه، غير ان هو بيظبط لي شكل جسمي وبيزود لي كتله عضليه كويسه جدا.
الافضل ان انا برضو بلعب بدخل كارديو، بلعب كارديو بعد التمرين الحديد، ده هيخليني اخسر نسبه دهون عاليه جدا. تمام، شكرا يا كابتن. كابتن، ايه التمرين اللي ممكن نعملها في البيت كنشاط للجسم؟ كنشاط للجسم طبعا احنا قلنا المشي، ممكن نلعب زي تمارين زي ما احنا قلنا مثلا شوت الناس كارديو. الناس بتبقى كسوله جدا، لا لازم اتحمس شويه بدل ما اقعد قدام التلفزيون. ايه اللي ممكن نشجعهم؟ اتحفز شويه. طبعا اي تمارين كارديو كويسه جدا في البيت، تمارين كارديو، سكوات، ضغط، ابس، كل التمارين دي كويسه جدا العبها في البيت يعني. تمام، الموضوع سهل مش صعب، بس الناس تتمرن بس. هو الجيم بقى خطر على المسنين؟ الجيم خطر على المسنين؟ الناس التمرين في الجيم التمرين في السنين هي بترجع للحاله الصحيه بتاعته. هل الشخص ده عنده كسور، عنده مشاكل صحيه، مشكله في القلب، التمرين بيتحدد على مستوى الشخص ده. لكن لو سن كبير وما عندوش اي امراض ده عادي مفيش اي اضرار؟ طبعا ده طبعا ده احسن حاجه، ده احسن حاجه، افضل حاجه ليه. بحس ان احنا وصلنا لمرحله بدنيه. في مثلا تمارين معينه بيفضل ان هو يتمرن عليها، وفي تمارين معينه ما ينفعش ان هو يتمرنها يا كابتن؟ ما انا زي ما اتفقنا بقى ان هي دي بترجع للشخص ده، هل الشخص ده اصلا هو بيتمرن، بترجع لحالته، بيمارس، حالته الصحيه، عنده اي مشاكل كده. بس طبعا ان هو يتمرن حديد وكارديو كل الحاجات دي مهمه جدا للقلب، وتمنع طبعا بتخليه اقل عرضه للضغط او السكر او اي مشاكل. اكيد الرياضه كويسه طبعا بالظبط لاي سن ولاي عمر. الرياضه من هالسن وعادي اي حد ممكن يلعب رياضه. كابتن، ايه فوائد شرب الميه؟ شرب الميه طبعا ليها فوائد كتير جدا طبعا. منها ان انا ما يحصلليش جفاف، ما يحصلليش اي اعراض زي الصداع، الكبد، الكبد لازم تخش لك ميه كويسه جدا. لو ما دخلتش يعني ايه الكميه المناسبه ممكن نشربها في اليوم؟ بص، هي في ناس طبعا بتتكلم كتير وكل واحد بيقول لك اشرب 2 لتر و3 لتر و8، بس ده مش صح يعني. لا، هي في معادله، في معادله بنحسب بيها، معادله الجسم بياخدها. احنا دايما بنسمع ان مثلا قله شرب الميه بتسبب جفاف طبعا، بتسبب مشاكل كتير جدا وعدم تركيز وحاجات كتير جدا. الميه دي لها معادله، ممكن ان احنا نقولها برضه الناس نكون عارفاها. المعادله دي ان انا بضرب وزني في 30، بضرب الوزن في 30، ده لو في الصيف، لو في الشتاء بضرب الوزن في 35، ده الشخص العادي. لكن لو شخص رياضي بضرب الوزن في 40 في الصيف، والوزن في 45 في الشتاء. الناتج اللي هيطلع هو ده اللي انا محتاجه يوميا. تمام. طب شرب الميه في وسط الاكل ده بيبقى غلط ولا بيكبر البطن بقى ويعمل لا لا، كل الحاجات دي اشاعات من اساطير يعني، عادي ملهاش اي معنى ولا ليها. الناس دايما تقول لا ممنوع شرب الميه وسط الاكل والكلام ده. لا لا خلاص، الميه تشرب في اي وقت ولا يعني ملهاش علاقه طبعا شرب الميه قبل خالص الأكل. بالعكس، ده الميه قبل يعني، الميه اصلا بتساعد على الهضم بالعكس. تمام. طبعا ده انا شربت مثلا نص لتر او كوبتين ميه قبل الاكل، بيساعد على الحرق جدا. الميه فيها سعرات حراريه، معنى كده انا شربتها في اي وقت، اشربها باي كميات مش هيحصل لي اي ضرر، ما فيهاش مشكله. المهم جدا. لا لا خالص، كل دي خرافات يعني. بنسال حضرتك مثلا لو المراه الحامل بعد الولاده ممكن تروح الجيم على طول ولا تاخد فتره؟ طبعا هي بترجع برضو بعد الولاده حسب برضو الحاله الصحيه بتاعتها هتعمل ازاي بعد الولاده. هل في الولاده سببت لها اي مضاعفات او كده؟ لكن مش مطلوب منها ان تجهد نفسها قوي يعني، بس طالما هي خلاص بعد الوقت بقت كويسه وصحتها تمام وقادره ان هي تنزل تتمرن، تنزل تتمرن. في وقت معين يا كابتن ولا في اي وقت؟ بعد الولاده فتره معينه؟ اي وقت يعني. بالعكس، بعد الولاده بكم يوم او فتره قد ايه؟ بنختلف طبعا من شخص لشخص، بس هي اصلا الرياضه يعني الطبيعي يعني مش هتحدد طبعا، عشان دي حسب كل واحد وحسب اللياقه البدنيه عنده وهل بعد الولاده دي حصل له اي مضاعفات ولا كده. لكن انا بقول كل واحد لما يكون جاهز ويكون تمام مفيش اي مشكله معاه ممكن ولا اي مضاعفات ممكن تتمرن. بالعكس، الرياضه بعد الولاده مهمه جدا، عشان بعد الولاده بيحصل ترهلات بالضبط. فهي الرياضه مسؤوله بقى، والمقاومه، تمارين المقاومه ان هي تشد الترهلات دي. طب يا كابتن، طبعا يعني شفنا ناس كتير بتعاني من حل الخشونه طبعا في الركبه، ايه يعني ايه حل او ايه الحل ان احنا نتخلص من الخشونه دي؟ هي الخشونه عامه بتيجي يعني طبعا ايه في الاغلب لكبار السن، وممكن تيجي لاي شخص عادي برضه يعني. بتيجي عن طريق ايه؟ عن طريق الاعداد الغلط. زي تروح سالم كتير، ممكن لو بيتمرن في الجيم وبيعمل حاجات بطريقه غلط ممكن على المفصل ممكن تسبب خشونه. حاجات عادات كتير غلط بتسبب في الخشونه دي، القعده في العربيات كتير، كل الحاجات دي.
الحل اللي ايه طبعا الحل اللي ان احنا بنقوي العضلات لعضلات الكوادريسبس، يعني اتمرن على عضلة الرجل اكتر. عضلات الرجل بنركز على عضلات الكوادريسبس والهامسترينج، العضلتين دول مسؤولين ان هم يشيلوا الوزن، تمام، يخفوا الوزن شويه من على الركبه، يعني يخلوا يعني حمل جسمك على الركبه قليل، هم العضلات دي مسؤوله ان هي تشيل جسمك. بس عشان ان انا اخلص من الخشونه دي لازم طبعا ان انا لو وزن زياده اخس، لازم عشان يكون العلم الوزن الاساسي ان لو في حد وزنه زياده عنده خشونه تنصحه ان هو يخس الاول. طبعا طبعا اي حد اصلا وزنه زياده معرض جدا للخشونه ومعرض جدا لمشاكل كتير في المفاصل، امراض القلب والحاجات دي كلها، والقلب والشرايين والكوليسترول والسكر وضغط وحاجات كتير جدا. أكيد. اي حد وزنه زايد معرض لكل الامراض دي. وطبعا عشان اتعالج من الخشونه لو انا وزني زايد لازم طبعا اخف وزني. في نهايه حلقتنا طبعا بنشكر الاستاذ الكابتن عمرو عبد الكريم، طبعا للاسف حلقتنا خلصت النهارده بسرعه. طبعا استنونا الاربعاء القادم طبعا في برنامج الكلام في ملعبنا.